السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب تيزي وزو بهذه الصور الرائعة اللي تعود إلى البارحة وصباح اليوم، واللي تبين أن العشب الطبيعي أخذ بدأ يأخذ يعني الوضعية تاعو النهائية، وإن شاء الله إن شاء الله الأشغال نتاع وضع الكراسي تعاود تريبروني، لأنه على حسب ما سمعنا لنا عملية وضع الكراسي راهي حابسة، لا نعرف الأسباب. المهم فيما يخص الوضع تاع العشب الطبيعي، راه العملية تاع القص الثانية راهي جايرة، وإن شاء الله كل الملاعب نتاع الجزائر تكون فيها صيانة دائمة مستمرة بطرق عصرية. وأكتفي بهذا القدر، خليكم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.